معنا الأستاذ الدكتور بسيم السمرائي، نائب رئيس اتحاد الجامعات الدولي مكلف بشؤون الجامعات العراقية. أهلا بكم أستاذي. أهلا وسهلا، حياكم الله يا مرحبا أستاذي. ملتقى طب الأسنان التجميلي هو الملتقى الرابع في إسطنبول من تنظيم اتحاد الجامعات الدولي ومؤسسة هوب سمايل. إذن ماذا قد يضيف هذا النوع من اللقاءات العلمية للجامعات والبحث العلمي بصفة عامة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الملتقيات اللي يقيمها اتحاد الجامعات الدولي، الهدف منها أنه دعوة الجامعات العراقية والعربية والأجنبية للمشاركة في هكذا ملتقيات لتلاحق وتشابك المعلومات والتطور الحادث في مجال التعليم، إضافة إلى مجال في هذا الملتقى الخاص بطب الأسنان اللي نسعى من خلاله إلى التقاء بجامعاتنا العراقية ذات الأقسام الطبية والعلمية بالمشاركة بهكذا ملتقيات للاطلاع على آخر التطورات العلمية في مجال الطب الأسنان والطب البشري، كذلك بمجال العلوم الأخرى الإنسانية. دكتور، ماذا تقولون ككلمة أو كدعوة للجامعات العراقية والجامعات العربية لتنظيم هكذا فعاليات بالتنسيق مع اتحاد الجامعات الدولي؟ نعم، في اتحاد الجامعات الدولي لدينا 23 جامعة عراقية عضو بالاتحاد الجامعات. من خلال هذه الملتقيات نوجه دائما إلى الجامعات الأعضاء هكذا دعوات للمشاركة في الملتقيات وورش العمل والمؤتمرات والمعارض اللي يقيمها اتحاد الجامعات الدولي. الغرض من عندها أنه هالمشاركات أنه توسعة أفاق العلمية إلى الجامعات والارتقاء بها إلى مستوى العالمية، فدائما نوجه هذه الدعوات ونأمل أنه المشاركة في هكذا ملتقيات من الجامعات الأعضاء بالاتحاد للسمو بها إلى العالمية. إضافة إلى ذلك، هذه الظروف الآن اللي مر بها العالم بشكل عام بسبب جائحة كوفيد-19 أثرت كثيرا على هكذا فعاليات ونشاطات الاتحاد، فنأمل بالمستقبل القريب كما بدأنا بالمؤتمر السابق اللي كان مخصص إلى التنمية المستدامة من خلال الاستثمار من خلال الجامعات أيضا، فكان العنوان دور الجامعات في التنمية في الاستثمار والتنمية المستدامة. فكذلك الآن هذا الملتقى طب الأسنان هو بداية إن شاء الله لمرحلة جديدة من الفعاليات بعد ما تجاوزنا مرحلة كوفيد 19، ولا نزال يعني ندعو الجامعات الأعضاء والأصدقاء من الأكاديميين للمشاركة في هكذا منتديات ومؤتمرات ومعارض.